أهلا وسهلا أصدقائي في حلقة جديدة من دروس العلوم العامة عبر فضائية الأونروا. درسنا لهذا اليوم بعنوان المخاليط. لنبدأ درس اليوم. في البداية دعونا نتعرف معا ماذا سنتعلم اليوم. اليوم سنتعرف على المخاليط، سنتعرف أيضا على أنواع المخاليط، سنتعرف على المحاليل أنواعها وما المقصود بها، وأيضا سنتعرف على السبائك المقصود بها، أمثلة عليها واستخدامات بعضها. في البداية لنراجع معا أنواع المادة. تعرفنا أن المادة ثلاث أنواع، وهي العناصر والمركبات وكذلك المخاليط. تعرفنا أن العناصر هي عبارة عن مواد تتكون من نوع واحد من الذرات، وأن المركبات هي اتحاد عنصرين أو أكثر بنسب ثابتة. لكن ماذا ينتج عندما يتم خلط هذه المواد النقية؟ أي عندما نخلط مجموعة من العناصر، مجموعة من المركبات، أو مجموعة من العناصر والمركبات، ينتج ما يسمى وهو درسنا اليوم المخاليط. لنتعرف أكثر على المخاليط لنشاهد الصور الآتية. الصور التي أمامك عزيزي الطالب تمثل مجموعة من المخاليط: ماء البحر، سلطة الخضار، الحليب، وكذلك الهواء الجوي، جميعها مجموعة من المخاليط. فيا ترى ماذا نقصد بالمخاليط؟ نعرف المخلوط أصدقائي على أنه عبارة عن مادة تتكون من مادتين أو أكثر، وتحتفظ هذه المواد ببعض صفاتها، أي أن هذه المواد عندما تختلط مع بعضها البعض تبقى محتفظة ببعض خواصها، ومن السهولة أيضا أن يتم فصلها عن بعضها البعض. والآن أصدقائي، صنف العلماء المخاليط إلى نوعين، وهما المخاليط الطبيعية والمخاليط الصناعية. المخاليط الطبيعية وهي المخاليط الموجودة في الطبيعة، أي لا دخل للإنسان بها، ومن الأمثلة على ذلك الهواء الجوي، فهو مخلوط طبيعي يتكون من مجموعة من الغازات، وكذلك النفط. وكما درستم سابقا، النفط هو عبارة عن مجموعة من المواد المختلفة توجد في باطن الأرض، ومن مكونات النفط كما تعلمون البنزين، الكيروسين، الديزل وغيرها. وكذلك المخاليط الصناعية، وهي مخاليط قام الإنسان بصناعتها، ومن الأمثلة على ذلك سلطة الخضار، والتي هي عبارة عن مزيج من مجموعة من الخضار، وكذلك المكسرات المشكلة. طبعا الإنسان صنع هذه المخاليط من أجل استخدامات معينة. ولنتعرف أكثر على المخاليط وخصائصها، دعونا نقوم بالنشاط الآتي ولنشاهد هذا الفيديو. في هذا النشاط أصدقائي نحتاج إلى برادة حديد، رمل، جفنة، مغناطيس. دعونا في البداية نضع كمية من برادة الحديد في الجفنة. الآن سوف نضع كمية من الرمل أيضا. نحرك جيدا. دعونا الآن نقرب المغناطيس من المخلوط الناتج. ما الذي تلاحظه؟ سجل هذه الملاحظات. بعد مشاهدتنا للفيديو السابق، دعونا نجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول: هل حافظت المواد على خواصها الأصلية بعد الخلط؟ كما لاحظنا في النشاط السابق، تم خلط برادة الحديد مع الرمل، ولكن حتى وبعد الخلط احتفظ الرمل بصورته الصلبة ولونه، وكذلك برادة الحديد احتفظت بلونها وأيضا على العديد من الخواص كما سنعرف الآن. إذن نعم، حافظت المواد الأصلية على صفاتها حتى بعد الخلط. السؤال الثاني:
هل يمكن فصل المواد الناتجة وإعادتها إلى حالتها الأصلية؟ أحسنتم، نعم، وكما رأيتم استطعنا أن نفصل المواد المكونة للمخلوط وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ولكن كيف استطعنا ذلك؟ كما تلاحظ في الصورة استخدمنا، أحسنتم، المغناطيس. المغناطيس قام بجذب برادة الحديد وفصلها عن الرمل، وهي طريقة بسيطة وسهلة، حيث أن من خواص المخلوط أنه يتم فصل مكوناته بطرق سهلة. إذن من خلال هذا النشاط نستطيع التوصل إلى مجموعة من خصائص المخاليط، وهي أولاً خواص المواد المكونة للمخلوط تبقى ثابتة قبل الخلط وبعده، وكذلك لاحظنا أن خواص المادة ذات النسبة الأعلى في المخلوط تظهر بشكل واضح، وكذلك لاحظنا أنه من السهل فصل مكونات المخلوط عن بعضها البعض باستخدام المغناطيس وغيرها من الطرق التي سوف نتعرف عليها في دروس قادمة إن شاء الله. وتنتج المخاليط أصدقائي من خلط مواد في حالات مختلفة، ومثال على ذلك يمكن أن يتم خلط مادة صلبة كبرادة الحديد مع مادة صلبة أخرى على سبيل المثال الرمل، فبرادة الحديد مع الرمل تعطيني مخلوطا. أو يمكن خلط مادة صلبة كالملح مثلا مع مادة سائلة على سبيل المثال الماء، فالملح والماء يعطيني مخلوط، وأبسط مثال على ذلك ماء البحر. وقد ينتج المخلوط أيضا من خلط مادة سائلة كالماء مع مادة غازية كالغازات، هذا يعطي ما يسمى بالمشروبات الغازية، وعلينا دائما الإقلال من تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب هشاشة العظام. دعونا الآن نجيب على السؤال الآتي، ضع دائرة حول الكلمة المختلفة مع ذكر السبب، الدم، عصير البرتقال، مشروبات غازية، وشوربة خضار. إذن ما هي الكلمة المختلفة؟ أحسنتم، الدم. لماذا؟ أحسنتم، لأن الدم هو مخلوط طبيعي، بينما عصير البرتقال، المشروبات الغازية وكذلك شوربة الخضار هي عبارة عن مخاليط صناعية قام الإنسان بإعدادها. والآن ما رأيكم أن نتعرف على أنواع المخاليط ولكن بعد الفاصل؟ مرحبا بكم مرة أخرى. تعلمنا قبل الفاصل أن المخلوط ينتج عن خلط مجموعة من المواد، تظل هذه المواد محتفظة بخصائصها ومن السهولة فصلها عن بعضها البعض. الآن لنتعرف معا على أنواع هذه المخاليط. صنف العلماء المخاليط إلى نوعين، هما مخاليط متجانسة ومخاليط غير متجانسة. فما الفرق بين المخاليط المتجانسة والمخاليط غير المتجانسة؟ دعونا نقوم بالنشاط الآتي. الشكل الذي أمامك يمثل ثلاث كؤوس من الماء، أحدها موضوع عليه ملعقة من السكر، أما الآخر فملعقة من الملح، والثالث متروك بحيث لم يتم وضع أي شيء عليه. الآن لو طلبت منك أن تحدد الكأس الذي يحتوي على الملح، الكأس الذي يحتوي على السكر، هل تستطيع معرفة ذلك؟ لماذا لم تستطيع؟ لأن الملح مع الماء أو السكر مع الماء ظهرتا كمادة واحدة، لم نستطع أن نميز الماء عن الملح أو الماء عن السكر عن الماء العادي. وهذا هو مفهوم المخاليط المتجانسة وغير المتجانسة. لنتعرف بشكل أوضح على الفارق بين المخلوط المتجانس والمخلوط غير المتجانس لنشاهد هذا الفيديو. في هذا النشاط أصدقائي نحتاج إلى ثلاثة دوارق، نضيف نفس الكمية من الماء في كل دورق. الآن نضع في الدورق الأول كمية من ملح الطعام، نضع في الدورق الثاني كمية من الرمل، نضع في الدورق الثالث كمية من الزيت، الآن نحرك جيدا.
لاحظوا معي ماذا يحدث. الدورق الأول، الدورق الثاني، الدورق الثالث. سجلوا ملاحظاتكم. بعد مشاهدتنا للنشاط السابق، دعونا نجيب على الأسئلة الآتية. في البداية، ماذا لاحظنا عندما أضفنا الملح إلى الماء؟ أحسنتم، قد ذاب الملح في الماء ذوبانا كاملا، وظهر الماء والملح كأنهما، أحسنتم، مادة واحدة. إذن ماذا نسمي المخلوط الناتج؟ أحسنتم، إنه مخلوط متجانس. الآن ماذا لاحظنا عندما أضفنا الزيت إلى الماء كما نلاحظ في الكأس؟ أحسنتم، لاحظنا أن الزيت يطفو على سطح الماء. إذن استطعنا أن نميز الزيت عن الماء، وبالتالي المخلوط الذي أمامنا هو عبارة عن مخلوط، أحسنتم، مخلوط غير متجانس. ثم بعد ذلك قمنا بإضافة الرمل إلى الماء. ماذا لاحظنا؟ أحسنتم، لاحظنا أن الرمل ترسب تحت الماء كما في الشكل. إذن ماذا نسمي المخلوط الناتج؟ أحسنتم، إنه مخلوط غير متجانس. إذن نستطيع الآن أن نعرف كل من المخلوط المتجانس والمخلوط غير المتجانس. المخلوط المتجانس هو مخلوط يتكون من مادتين أو أكثر تظهر كمادة واحدة، بينما المخلوط الغير متجانس مخلوط يتكون من مادتين أو أكثر ولا تظهر كمادة واحدة. ومن الأمثلة على المخاليط المتجانسة كما لاحظتم الماء والملح، أما المخاليط الغير متجانسة الماء مع الزيت أو الماء مع الرمل. دعونا الآن نجيب على الأسئلة الآتية. حدد نوع المخاليط الآتي. الصورة التي أمامك تمثل كأس من الحليب. الحليب، أحسنتم، إنه مخلوط متجانس، وعليكم دائما الإكثار من تناول الحليب لأنه مفيد جدا لصحتكم. الصورة الثانية تمثل ماء مضاف إليه الكيروسين. إذن أحسنتم، إنه مخلوط غير متجانس، لأننا كما نلاحظ نستطيع أن نميز الماء عن الكيروسين. أما الصورة الثالثة فتمثل شوربة خضار. أحسنتم، إنها مخلوط غير متجانس، لأننا نستطيع تمييز المكونات المكونة لها. دعونا الآن نتعرف إلى مفهوم جديد وهو المخاليط. تعرفنا سابقاً أن هناك نوع من أنواع المخاليط وهي المخاليط المتجانسة. هذه المخاليط المتجانسة إذا توزعت فيها الدقائق بشكل متساوي، أو إذا كان هناك ذوبان كامل بين مادة ومادة أخرى، نطلق على المخلوط المتجانس اسم محلول. وتصنف المحاليل حسب حالتها الفيزيائية إلى ثلاث أنواع، وهي محاليل صلبة، محاليل سائلة، ومحاليل غازية. وتتكون المحاليل أصدقائي من جزئين وهما المذيب وكذلك المذاب. فماذا نقصد بالمذيب وماذا نقصد بالمذاب؟ أبسط مثال على ذلك المحلول الملحي. فالمحلول الملحي هو عبارة عن ملح مضافاً إلى الماء، نطلق على الملح مذاب بينما الماء مذيب. إذن المحلول الملحي يتكون من مذاب وهو الملح، والمذيب وهو الماء. دعونا الآن نجيب على الأسئلة الآتية. اكتب المصطلح العلمي. مخلوط يتكون من مادتين أو أكثر ولا يظهر كمادة واحدة. فكروا جيداً. إجابة صحيحة، المخلوط غير المتجانس. العبارة الثانية، مخلوط متجانس تتوزع الدقائق المكونة له بالتساوي في جميع أجزائه. أحسنتم، إنه المحلول. ولتتعرفوا أصدقائي أكثر عن المحاليل وأنواعها، تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى. تعرفنا قبل الفاصل المقصود بالمحلول. الآن لنتعرف على أنواع المحاليل. تصنف المحاليل الأصدقائي إلى نوعين وهما محاليل مائية ومحاليل غير مائية. لنتعرف أكثر على الفارق بين المحاليل المائية وغير المائية لنشاهد هذا الفيديو. في هذا النشاط أصدقائي نحتاج إلى 4 أنابيب. سوف نضع في الأنبوب الأول والثاني كميتين متساويتين من الماء.
في الأنبوب الثالث والرابع سوف نضع كميتين متساويتين من الكيروسين. الآن لنضع كمية من ملح الطعام في أحد الأنابيب التي تحتوي على الماء. وكمية أيضا من الملح في أنبوب يحتوي على الكيروسين. الآن لنضع كمية من الزيت في الأنبوب الآخر الذي يحتوي على الماء. ونضيف إلى الأنبوب الآخر الذي يحتوي على الكيروسين كمية أيضا من الزيت. الآن لنقوم برج الأنبوب وذلك لخلط المواد جيدا. سجلوا ملاحظاتكم أثناء مشاهدتكم لما يحدث. لاحظ الآن ماذا حدث للملح عند إضافته للماء؟ ماذا حدث للملح عند إضافته للكيروسين؟ سجلوا ملاحظاتكم. دعونا الآن نشاهد ماذا حدث للزيت عند إضافته للماء؟ ماذا حدث للزيت عند إضافته للكيروسين؟ سجلوا ملاحظاتكم. بعد مشاهدتنا للفيديو السابق لاحظنا كيف ضفنا الملح إلى الماء وتكون أحسنتم محلولاً مائياً. ولكن ماذا لاحظنا عندما أضفنا الزيت إلى الكيروسين؟ أحسنتم، لاحظنا أن الزيت يذوب في الكيروسين. إذن ماذا نسمي المحلول الناتج؟ أحسنتم، إنه محلول غير مائي. لكن ماذا لاحظتم عندما قمنا بإضافة الملح إلى الزيت؟ أحسنتم، لم يذوب الملح في الزيت، وهذا يعطيني أحسنتم مخلوط غير متجانس، والمخاليط الغير متجانسة لا يمكن اعتبارها محاليل. إذن من خلال الأنشطة السابقة نستطيع أن نعرف كل من المحلول المائي وغير المائي كالآتي: المحلول المائي هو المحلول الذي يكون فيه المذيب هو الماء، بينما المحلول غير المائي هو المحلول الذي يكون فيه المذيب مادة أخرى غير الماء، كما لاحظنا الزيت على سبيل المثال. دعونا الآن نجيب على الأسئلة الآتية. ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. العبارة الأولى: يذوب الملح في الزيت ويكون محلولاً غير مائي. فكروا جيداً، هل يذوب الملح في الزيت؟ أحسنتم، لا يذوب، فالناتج هو مخلوط غير متجانس، إذن الإجابة خاطئة. أحسنتم. العبارة الثانية: يعد الدم محلولاً مائياً. تعلمتم سابقاً أن الماء يشكل نسبة كبيرة من مكونات الدم، وبالتالي أحسنتم، الدم هو محلول مائي. إجابة صحيحة. دعونا الآن نتعرف إلى مفهوم جديد وهو السبائك. فماذا نقصد بالسبائك؟ السبائك هي عبارة عن محاليل صلبة. هذه المحاليل الصلبة تتكون من عنصرين أو أكثر، يكون أحد هذه العناصر فلزا بنسبة معينة. إذن السبائك هي عبارة عن أحسنتم محاليل صلبة، وهذه السبائك يشترط أن يكون أحد العناصر المكونة لها فلزاً، ومن الأمثلة على الفلزات النحاس والحديد والألمنيوم. ولكن أصدقائي، لماذا يتم إضافة عنصر إلى آخر في السبائك؟ أحسنتم، وذلك من أجل تحسين صفات هذا العنصر وإكسابه صفات جديدة. إذن عندما يتم سؤالك علل إضافة عنصر إلى آخر عند صناعة السبائك، الجواب يكون أحسنت، تحسين صفات العنصر الأصلي وإكسابه صفات جديدة حسب الوظيفة المرغوب بها. ومن الأمثلة أعزائي على السبائك سبيكة الفولاذ. سبيكة الفولاذ تنتج من إضافة مادة الكربون إلى عنصر الحديد، فتعطيني سبيكة الفولاذ،
وتستخدم هذه السبيكة في صناعة الجسور وكذلك في أعمال البناء، حيث أن إضافة الكربون إلى الحديد تزيد من صلابته وكذلك تجعله مقاوماً أكثر للعوامل الخارجية. ومثال آخر سبيكة النحاس الأصفر، وتتكون هذه السبيكة من إضافة الخرصين إلى النحاس، وتستخدم سبيكة النحاس الأصفر في صناعة الأواني وكذلك في صناعة الحلي. ومثال آخر على السبائك سبيكة البرونز، وتنتج من إضافة القصدير إلى النحاس، وتستخدم سبيكة البرونز في صناعة الأجراس وكذلك في صناعة الميداليات البرونزية. وجميعنا نذكر هذا البطل، إنه البطل زكريا حمادة، وهو حائز على 6 ميداليات برونزية في البطولة العربية لرفع الأثقال. وهناك أصدقائي العديد من الاستخدامات للسبائك، نذكر منها صناعة السيارات والطائرات والسفن، وكذلك تستخدم السبائك في صناعة أدوات المطبخ، وتستخدم كذلك في صناعة النقود المعدنية. تعرفنا أصدقائي في هذا الدرس على المخاليط وخصائصها، أما في الدرس السابق فقد تعرفنا على المركبات. ما رأيكم أن نقوم بإجراء مقارنة بسيطة بين المركبات والمخاليط؟ قارن بين المركب والمخلوط من حيث المكونات. مما يتركب المركب؟ أحسنتم، يتكون من اتحاد العناصر بنسب ثابتة، بينما المخلوط فإن العناصر أو المواد المكونة له تكون بأي نسبة كانت. لنقارن الآن من حيث الصفات الناتجة. الصفات الناتجة في المركب هي صفات جديدة تختلف عن خصائص المواد المكونة له، بينما في المخلوط تحتفظ المواد المكونة للمخلوط ببعض الصفات. أما من حيث نوع التغير، فالتغير في المركب هو تغير كيميائي، بينما التغير في المخلوط هو تغير طبيعي أو فيزيائي، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر في دروس قادمة إن شاء الله. وكذلك طرق الفصل، لاحظنا أن المركب لا يمكن فصله إلا بطرق معقدة جدا، بينما المخلوط يمكن فصله بسهولة كما استخدمنا المغناطيس. وسنتعرف في الدروس القادمة إن شاء الله على طرق فصل كل من المركبات والمخاليط بشيء من التفصيل. دعونا الآن أصدقائي نجيب على السؤال الآتي. صنف المواد الآتية إلى عناصر ومركبات ومخاليط: أكسيد المغنيسيوم، الفلور، الدم، الهواء، الماء المقطر، ملح الطعام، أكسجين، ماء البحر، والزئبق. فكروا جيداً لنحل هذا السؤال معا. أكسيد المغنيسيوم ينتج من اتحاد الأكسجين مع المغنيسيوم، فهو أحسنتم مركب. الفلور هو أحد العناصر، إجابة صحيحة. الدم يعتبر مخلوط. الهواء هو أيضا مخلوط من مجموعة من الغازات. الماء المقطر، أحسنتم، إنه الماء الذي لا يحتوي على الأملاح، وهنا أريد أن أنبهكم أن ماء الشرب يحتوي على أملاح ويصنف مع المخاليط، أما الماء المقطر فهو الماء الخالي من الأملاح ويصنف مع المركبات. ملح الطعام هو، أحسنتم، أحد المركبات ويتكون من كلور مع صوديوم. والأكسجين هو أحد العناصر الغازية. ماء البحر، أحسنتم، إنه ماء مع ملح وبالتالي هو مخلوط، بينما الزئبق هو أحد أنواع العناصر. تعلمنا اليوم أن المخلوط هو مادة تتكون من مادتين أو أكثر وتحتفظ هذه المواد بصفاتها. وتعلمنا أيضا أن المخاليط تصنف إلى مخاليط متجانسة ومخاليط غير متجانسة. المخاليط المتجانسة تظهر كمادة واحدة، أما المخاليط غير المتجانسة فلا تظهر كمادة واحدة. وكذلك تعلمنا أن المحاليل تصنف إلى محاليل مائية ومحاليل غير مائية. المحاليل المائية يكون المذيب فيها هو الماء، أما المحاليل غير المائية فلا يكون المذيب الماء بل يكون مادة أخرى كالزيت على سبيل المثال. وتعلمنا أيضا أن السبائك هي عبارة عن محاليل صلبة ولها استخدامات متعددة كصناعة النقود المعدنية. وهكذا أصدقائي يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى. أتمنى أن ألقاكم في درس قادم إن شاء الله.